اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم معلومه وجايزه. النهارده هنقول معلومه زي ما عودنا حضراتكم، وبعد كده هنسال سؤال ونسلم الضيوف الجايزه. برحب بحضراتكم واهلا وسهلا بيكم، وان شاء الله يكون سؤال سهل ومعلومه لطيفه كده نستفيد بيها كلنا ويستفيد بيها الساده المشاهدين. احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى ادانا هديه في شهر رمضان، الهديه دي هي ليله القدر. ليله القدر دي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها انها ليله افضل وأعظم بالضبط من عبادة ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. أنا كنت حابب أعرف رأي حضراتكم، أنتوا عارفينها هي إمتى الأول؟ يعني ممكن تكون أيامها هي إيه؟ في العشر الأواخر، ممكن تكون ليها وترية بس في العشر الأواخر. حلو قوي، يعني حضرتك شايف أنها ممكن تكون وترية في العشر الأواخر. طب وحضرتك؟ أنا شايف أنها ممكن تبقى وترية أو مش وترية بسبب أن الرسول قال اغتنموها في العشر الأواخر، ما قالش وترية ولا لا. حلو قوي، يعني حضرتك شايف انها ممكن في العشر الاواخر من غير تخصيص لوتر او غيره. تمام، طيب خليني اشوف راي حضرتك يا حاج. نفس السؤال برضو اولادي، فعلا هي في العشر الاوائل، العشر الاواخر، ما قالش فعلا هي في انهي ليله، بس هو احنا دايما يعني نستنى الليله الفرديه، يعني اللي هي ايه، تبقى صبحه يعني ليله 26، ليله مثلا 27، ليله 25 27، يعني دي افضل ليله. هو طبعا رمضان كله بفضله جميل الحمد لله، بس هي يعني العشر الاوائل. طيب حضرتك بقى شايف انها ممكن تبقى فعلا في العشر الاواخر ولا في رمضان كله، ولا ممكن تبقى في اول رمضان ولا لا؟ هي اكيد بتبقى في اخر رمضان، العشر الاواخر برضو ممكن، ليله فرديه، ممكن 25 27 29. حلو قوي. السؤال بقى مش على ليله القدر خالص. تمام، السؤال بيقول اقدم مسجد بني في مصر. ماشي، عمرو بن العاص. اقول عمرو بن العاص. لا، ممكن استنى شويه، مش عند المعلومه بصراحه. طيب هو في رمسيس. ده رمسيس مسجد الفتح. ماشي، يعني حضرتك دلوقتي بتقول لي عمرو بن العاص، حضرتك بتقول لي عمرو بن العاص، وحضرتك بتقول لي مسجد الفتح. حضرتك لا، مش عندي المعلومه بصراحه، ممكن انا ممكن اكد على اجابه الاصدقاء، ممكن مسجد عمرو بن العاص. طيب لو قلنا، انا هسالكم سؤالين، هو هم دول هم اللي جاوبوا هم الاول، حضرتك كنت بتردد شويه، بس خليني اسالكم سؤالين علشان انت كنت بتقول ان هو، انا كنت هقول عمرو بن العاص عشان هو اللي قريب ليا فانا بدات بيه. ماشي يا سيدي، هسالكم بقى سؤال تاني. لو قلنا هو فعلا اقدم مسجد، انا هشوف من اللي عارف الاول بقى، لو قلنا هو اقدم مسجد اتبنى سنه كام هجريه؟ 300 وحاجه تقريبا. اقدم مسجد يبقى سنه 300؟ 300 وحاجه هجريه. ايوه فاهم، انا فاهم، احنا بنقول ان هو اقدم مسجد، فتخيلوا مثلا في مصر، في مصر اتبنى سنه كام مثلا هجريه؟ مش معلومه بس اقول اي رقم، يعني هو هيبقى 39، يعني 20 حاجه، في حاجه قليله قوي يعني. حلو قوي، حضرتك بتقول تقريبا ممكن يبقى سنه كام؟ 300. في 300. طيب هو دلوقتي هو فعلا حاجه في العشرينات، هو 21 هجريه اتبنى سنة 21 هجرية مسجد سيدنا عمرو بن العاص. أول سيدنا عمرو بن العاص ما جه مصر راح الفسطاط وبنى المسجد المعروف المشهور لحد النهاردة، ويمكن بيتفتح في رمضان بشكل جديد وبحلة جديدة. هو فعلا مسجد سيدنا عمرو بن العاص وأقدم مسجد بني في مصر. في برضو بعض المؤرخين، علشان السادة المشاهدين ممكن يشوفوا المعلومة دي على الانترنت، هيلاقوا ان في مسجد مكتوب كده ان هو اقدم مسجد، والمسجد ده مبني في مكان في الشرقية بيقولوا ان هو اقدم مسجد، لكن اللي كتير من المؤرخين ذكروه ان سيدنا عمرو بن العاص اول ما جه مصر اتخذ مكان يصلي فيه وسمي باسمه اللي هو مسجد سيدنا عمرو بن العاص، وهو كان في مصر القديمة في الفسطاط. عارفين بقى العجيب؟ العجيب الجميل بقى ان جنب مسجد سيدنا عمرو بن العاص كنيسة هي من أقدم الكنائس المصرية. فتخيلوا، شوفوا الصحابة فاهمين فكرة التعايش إزاي، إن أنا أجي في كنيسة موجودة، فأنا إيه هاجي أعمل كمان مسجد جنبها علشان إيه نصلي، ودول إخواتنا في الوطن وزينا زيهم ولهم حقوق. خلي بال حضرتك، لهم حقوق، ومصرنا ديت المسلم والمسيحي فيها كلهم واحد، كلنا اخوات، واحنا عايشين بالمبدا ده. شوفوا من امتى، يعني عايشين بمبدا الاخوه ده من واحنا لسه الاسلام داخل مصر سنه 20 هجريه، بنتكلم 2021 هجريه. فده يعني مبدا مهم جدا جدا، كان بيكرسوا الصحابه رضوان الله عليهم في نفوسنا، ان احنا نحتوي الاخر، ان احنا نتعايش مع الاخر، ان احنا في النهايه كلنا مصريين، كلنا تحت وطن واحد.
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بس هي الفكره دلوقتي انا مش محتار ادي الجائزه لمين. حضرتك قلت عمرو بن العاص وده السؤال. حضرتك قلت عمرو بن العاص وده السؤال. احنا ممكن نقسم الجائزه ماشي، وحضرتك تاخد زياده شويه علشان انت قلت حاجه في العشرينات، فاتفقنا موافقين على كده؟ طيب اتفضلوا حضراتكم الاثنين خدوها، حضرتك كمان خدها معاه علشان يبقى احنا جبتوا الاثنين، كسبتوا انتوا الاثنين، الف مبروك. شرفتونا ونورتونا وشكرا جزيلا لحضراتكم. في النهايه مسجد سيدنا عمرو بن العاص هو اقدم مسجد بني في مصر، ومصر دي هتفضل محروسة طول العمر.